من جميع أنحاء العالم. ما نستخدمه هنا هو معدات كسوة بالليزر SFR6063 المشترات من عند سينفينغ. نستخدم هذه المعدات في إصلاح الأجزاء الرئيسية للمعدات الثقيلة. لقد زودتنا سينفينغ بفنيين محترفين لمساعدتنا في تركيب وتشغيل هذه المعدات ولتدريب موظفينا أكثر على تشغيل المعدات وصيانتها. بمساعدتهم نحن أكثر احترافا وكفاءة في استخدام هذه المعدات. المعدات التي نستخدمها سهلة التشغيل وتقفيل مستقر. نحن ممتنون جدا لسينفينغ ونخطط لمزيد من التعاون معه. Thank you.